السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح نشوفو ان اكزرسيس في لو دوزيام كا تاع لا جينيتيك دي ديبلويد اللي هو لو ديبريديزم. قبل ما نبداو ليكزرسيس تاعنا راح نسيي ندير ان رابيل على لي نوسيون و لي تيرم اسونسييل في هاد الشابيتر لا جينيتيك دي ديبلويد اون جينيرال. دونك لا جينيتيك دي ديبلويد سي كوا؟ معناتها لا جينيتيك في لي سيلول اللي تكون اللي يكون الكروموزوم تاعهم دو بار دو كروموزوم. فوالا حاجه الاولى لي ديبلويد وشنو هما؟ هما لي سيلول في النوايو تاعهم عندهم شاك كروموزوم عندو لومولوك تاعو. معناتها نقولو سيلول ا دوزان كروموزوم. شاك كروموزوم في هاد لو نوايو عندو لومولوك تاعو. هذه الحاجة الأولى. حاجة الدوزيام عندنا في لا جينيتيك دي ديبلويد عندنا دو كا عندنا مونو إبريديزم وعندنا دي إبريديزم. مونو إبريديزم هي وشنو؟ هي ليتود d'un seul caractère. معناتها نشوفو deux individus يختلفوا في un caractère واحد. في هاد لو كان نسميوها مونو إبريديزم. مونو معناتها واحد. دي إبريديزم l'étude des deux caractères différents. معناتها deux individus يصرى بيناتهم un croisement. هاد لي deux individus يختلفوا في deux caractères. Voilà, la dernière fois, درنا un exercice في المونو إبريديزم. هاد الخطرة راح نديرو في الدي إبريديزم إن شاء الله. وش عندنا ثاني في لا جينيتيك دي ديبلويد؟ عندنا الفينوتيب والجينوتيب. هاد الزوج يتلفوا بزاف بيناتهم. جينوتيب هو النمط الظاهري، يعني كي تشوفوا اونتر كروشي معناتها النمط الظاهري. باغ اكزومبل نقولوا ان غاغري فأر رمادي، لا كولور اللي باين عليه هي الغري. نديرو ان جي باغ اكزومبل. بصح هاد لو غاغري في لي جان تاعو جينوتيب عنده كابابل يكون عنده ان اوتر كولور، باغ اكزومبل الغري والبلون. البلون يجي من تحت باسكو ريسيسيف متنحي، والغري يجي من الفوق باسكو دومينون. في الفينوتيب تبان غير لا كولور دومينونت. فوالا في الجينوتيب عندنا دو كا. عندنا سوا هوموزيغوت سوا هيتيروزيغوت. هوموزيغوت معناتها لي دو زالال، هادو دو زالال. عندنا جي جي باغ اكزومبل غري غري، معناتها هاد الكاركتر ما فيهش آلال متنحي وآلال سائد، يعني ما فيهش الدومينون والريسيسيف. لي دو كيف كيف، لالال الفوقاني والتحتاني لا ميم شوز. هيتيروزيغوت كيما هنايا، هاد لو كان سميوه هيتيروزيغوت. والجينوتيب يكون توجور اونتر بارونتيز، باغ كونتر الفينوتيب يكون اونتر كروشي. فوالا عندنا في لا جينيتيك دي ديبلويد كيف نسي ندير ان ريزومي على لي لوا دو مندل. لي لوا دو مندل عندنا لو برومي لوا دو مندل واش تقولك؟ تقولك بلي لا جينيراسيون اف 1 uniformité des caractères. واش معناتها؟ معناتها الاف 1 لي كاركتر اللي كاينين في الاف 1 كامل كيف معناتها. اذا كانت لا كولور بلون باغ اكزومبل، رانا درنا ان اكزومبل على لا كولور. اذا كانت كولور بلون لا اف 1 كامل تكون بلون. اذا كانت كولور غري لا اف 1 كامل تكون غري ايتترا. معناتها 100% ان كاركتر. هذه واش معناتها؟ يونيفورميتي. لا دوزيام لوا واش تقول؟ سيغريغاسيون دي كاركتر. سيغريغاسيون نلقاو ان كاركتر 25% اللي هو الريسيسيف
وان كاركتر راح يكون 75% اللي هو دومينو. هذه لا دوزيام لوا دو مندل. maintenant لا ترويزيام لوا دو مندل واش تقول؟ لا ترويزيام لوا دو مندل لا ترويزيام لوا واسمها الانديبوندونس او بيان لا ترانسميسيون de deux caractères, mais le résultat indépendance de la transmission des caractères. Indépendance. Donc, je vous maintiens indépendance de la transmission des caractères. Où je maintiens maintenant 4 phénotypes. 1, 9 sur 16. 1, 3 sur 16. 1, 1 sur 3 sur 16, kif. 1 sur 16. 4 phénotypes ou bien 4 classes phénotypiques. Il y a deux classes phénotypiques. Il y a une seule classe phénotypique, etc. Donc, nous allons faire l'exercice. Nous allons faire la troisième loi de Mendel, Inch'Allah. Donc, il y a grosso modo ce qu'on a dans la génétique des diploïdes. Il y a une chose qui s'appelle test cross. تيست كروس هذا وشنو هو؟ نستعملو هذه شغل اون ميثود نستعملوها باش بوغ ديتيرميني لو جينوتيب دان دومينون. يعني باغ اكزومبل عندنا واش يقولوا لنا في اون كيستيون باغ اكزومبل يقولوا لنا بلي سو كاركتر عنده ان فينوتيب كونو دومينون نقولوا عنده فينوتيب غري. نقعدوا في لو ميم اكزامبل نقولوا عنده فينوتيب غري حبينا نعرفوا اسك هاد لو كاركتر اوموزيغوت. واش معناتها اوموزيغوت؟ معناتها جي سور جي ولا هيتيروزيغوت معناتها جي سور الكاركتر الريسيسيف المتنحي. نقولوا باغ اكزامبل البلون ولا تقدروا كيف تلقاو جي بلس جي وهنايا بون هنا اوموزيغوت يكونوا جي بلس سور جي بلس. هنا باغ اكزومبل تكون جي جي بلس سور جي كيما تحبوا لي سيمبول تخيروهم كيما تحبوا على حساب ليكزيرسيس وعلى حساب الكاركتر ريسيسيف. يعني نشدوا لا بروميير لتر تاع الكاركتر ريسيسيف ونريبريزونتيو به لي جينوتيب تاعنا. قلنا التست كروس وشنو هو؟ تست كروس عندنا عندنا ان كاركتر الفينوتيب تاعو كونو هذا فينوتيب الفينوتيب تاعو هنا في هذا ليكزومبل غري حبينا نعرفوا الجينوتيب تاعو اوموزيغوت ولا هيتيروزيغوت. واش نديرو له؟ نديرو له ان كروازمون افيك ان ريسيسيف باغ اكزومبل هنايا نديروه جي بلس باش تفهموا بيان جي بلس هنا هادو جوست دي سيمبول باش ما تتلفلكمش برك. جينيرالمون نستعملوا البلس في الفينوتيب والجينوتيب. واش نديروا له باش نعرفوا الجينوتيب تاعو؟ جي بلس نديروا له ان كروزمون افيك ان ريسيسيف اللي رايح يكون اوتوماتيكمون في ليكزيرسيس ان جي. ونشوفوا لي دو كان واش نديروا. نديروا في الحاله تاع اوموزيغوت ونديرو في الحالة تاع هيتيرو زيغوت ونشوفو لي ريزولتا. لا ديرنيير فوا ليكزيرسيس تاع مونو هيبريديزم كانت كاينة هاد لا كيستيون تاع التيست كروس. فوالا اون جينيرال وشنو هو التيست كروس رايحين نشوفوها كيف في ليكزيرسيس تاع اليوم. اون كومونس ليكزيرسيس ان شاء الله. فوالا ليكزيرسيس تاعنا واش تقول؟ بروميييرمون voilà. On dispose au laboratoire de deux souches pures, sulalatayn naqiyatayn, de drosophiles. Une souche sauvage, had la souche loula, andha des yeux rouges ou un corps gris. Et une souche mutante, ou andha, andha des yeux pourpres et un corps noir. Voilà, andha deux souches pures. Kain une remarque.
في لي زيكزارسيس في لي انتروغاسيون او بيان في لي زيكزامان ايتترا. لانديفيدو بار اكزومبل راح يكون ان نوم اللي ماكمش راحين تفهموه فرضا ما تفهموش. كاين بزاف اللي ما يفهموش واش معناتها دروزوفيل. الفو با كونسونطري في هاد لو مو. انتوما كشغل تعاملوا معاه على اساس انا انديفيدو وخلاص. نروحوا لي تيرم اللي نكونسونطريو عليهم وشنو هما. هما بور بار اكزومبل، هذا سيت ان تيرم، سي ان مو كلي في ليكزارسيس، نسحقوه بزاف باش نحلو ليكزارسيس. نشوفو اسكو قالوا لنا هذيك لا سوش بور ولا ايبريد، اسكو نقيه ولا هجينه. نشوفو اسك عندنا رانا في لوكا تاع المونو ايبريديزم ولا في لوكا تاع الديبريديزم. هاد لي كيسيون لي تطرحوهم في ان اكزارسيس دو جينيتيك دو ديبلويد. يعني الحاجه الاولى تشوفوا اسك لا سوش اللي هضروا عليها بيغ ولا ابريد. الحاجه الدوزيام مونو ابريديزم دي ابريديزم. ومن بعد مع لي كيسيون يبدا يبان اسك الهوموزيغوت هيتيروزيغوت ايتترا. سينو لو نون تاع لانديفيدو بارفو راح يكون ان نون اللي ما تعرفوش ما شفتوش ديجا من قبل. ما تتبانيكاوش عادي. دروزوفيل هو نوع من انواع الذباب. ميم سي طاح ان انديفيدو اللي ما تعرفوش نورمال. il faut concentrer surtout على les termes scientifiques. donc عندنا deux souches pures، واحدة sauvage واحدة mutante. on croise un mâle de la souche mutante avec une femelle sauvage. les drosophiles nés de ce croisement ont tout le phénotype sauvage. وشنو la conclusion اللي نستنتجوها من هاد لا فراز، من هاد الباراغراف باردون؟ قال لك درنا ان كروزمون افيك اونتر ان مال من لا سوش ميتونت و اون فيمال من لا سوش سوفاج. لي دروزوفيل تاع لا ديسوندونس الاولى يعني لا جينيراسيون الاولى كانوا كامل سوفاج. واش معناتها؟ معناتها لو كاركتر سوفاج هو لو كاركتر دومينون، هو النمط الصفه باردون، هو الصفه السائده في لا جينيراسيون الاولى. هذه تكتبوها في البرويون. لا كيسيون 1 كو بوتون دير دي زالل سوفاج بارابور او زالل موتي. هذا سي تام مو كلي بارابور، معناتها ماشي ما قالوا لكمش كو بوتون دير دي زالل سوفاج. بارابور يعني بالنسبه لي زالل موتي، هادو راهم دومينون. لي زالل سوفاج هما اللي راهم الصفه السائده بارابور او زالل موتي. دونك واش نقولوا في لا ريبونس؟ كاين دي كيسيون رايحين نكتبهم ونسي نحلهم معاكم مع بعض، وكاين دي كيسيون جوست رايحين نوري لكم لا كوريكسيون ونفهموها مع بعض. قلنا درنا ان كروزمون بين لا فيميل سوفاج و لو مال ميتونت. لا جينيراسيون الاولى كانت كامله سوفاج، دونك لي زالل سوفاج سون دومينون. كي لقيناهم دومينون واش نديرو؟ نروحو متنو لي سيمبول اللي نخدمو بهم في ليكزارسيس تاعنا. هو ديجا هنايا مدلكم لي سيمبول، مدهم بي ار او بي. وكيما قلت لكم دا بي ار و او بي من الكاركتر ريسيسيف، داهم من الصفه المتنحيه. البرومي لاتر تاع الكاركتر تاع اسمو تاع لي زيو بوربر، والاو بي تاع النوار. دونك اوتوماتيكمون واش رايحين نديرو؟ دونك عندنا حنايا، دونك عندنا قلنا درنا ان كروزمون اونتر اون فيميل سوفاج و ان مال موتي او بيان موتونت موتي. لا اف ان واش كانت؟ كانت 100% سوفاج. دونك واش نقولو؟ نقولو بليك لي زاليل سوفاج نديرو هكذا سوفاج هما الدومينو، و ميتونت هما ريسيسيف. هذه الفكره الاولى تاع ليكزارسيس، نسميوهم نديرو لهم الفينوتيب تاعهم او بيان لي سيمبول تاعهم. هذا سوفاج نديرو له لي سيمبول. عندنا بي ار بلس تاع لي زيو، وعندنا او بي بلس. هذا البلس يدل على بلي هذاك الكاركتر اللي دومينون، هو الصفه السائده.
الريسيسيف رايح يكون بلا هذاك البلوس، يعني رايح يكون بي ار و او بي. فوالا لا دوزيام كيستيون ميتنون. ساشون que ces deux couples d'allèles sont portés par deux paires de chromosomes homologues différentes. Sachant que ces deux couples d'allèles sont portés par deux paires de chromosomes homologues différentes, quels seront les phénotypes obtenus à la F1 et dans quelle proportion ? الحاجة الأولى نسيو نفهمو هاد لا فراز. قالك ساشون كو سي دو كوبل دالال سون بورتي بار دو بار دو كروموزوم هومولوغ. نسيو نفهمو هاد لا بارتي. كاين واحد لانفورماسيون لازم تعرفوها على لي كروموزوم في لو نوايو، وشنو هي هاد لانفورماسيون. حنا عندنا دو كا، عندنا دو كا يقدروا يكونوا في لا سيلول باغ اكزومبل. هاي اللي كندير لكم اون سيلول باش تفهموا بيان. نقولوا هذا النوايو ماشي سيلول، باش نقدر نرسم الداخل فيه. هذا النوايو عندنا في لو كال الاولاني يقدروا يكونوا هذوك لي دو كوبل دالال يكونوا بورتي باغ دو بار دو كروموزوم هومولوغ، زوم هومولوغ ديفيرون. هومولوغ ديفيرون واش معناتها؟ معناتها يكونوا عندنا دو بار دو كروموزوم، زوجين من الكروموزومات هامليك. هاو لا بار الاولاني الدوزيام، صح. كروموزوم هومولوغ معناتها هذا، ديفيرون معناتها هذا ما يشبهش لهذا، مختلفين. قالك دو كوبل دالال بورتي بار دو بار دو كروموزوم هومولوغ، معناتها هاد لي كوبل دالال راهم محمولين على دو بار دو كروموزوم. البار الاولانيه هنا يكون بي ار بلس باغ اكزومبل، هنا يكون بي ار، هنا او بي بلس، هنا يكون او بي. فوالا واش معناتها لي دو كوبل دالال يكونوا محمولين على دو بير دو كروموزوم. في هاد الحاله واش نسميو؟ نسميوهم جان انديبوندون. وكنت ديجا هضرت على هاد لو كا وعلى لي دو كا تاع لي جان انديبوندونت و جان لي في لا فيديو لي اكسبليكيت فيها لا جينيتيك دي ديبلويد العام اللي فات. هذا لو بروميي كا جان، باردون، جان انديبوندون. نروحو لو دوزيام كا، لي دو كوبل دالال هادو كيفاش يكونو؟ دو كوبل دالال بورتي بار لو ميم كروموزوم. كروموزوم كيفاش يكون هاد الكروموزوم؟ هومولوغ بيان سور. باسكو علاش؟ باسكو رانا في اون سيلول ديبلويد اللي كنت اكسبليكيتها لكم في الاول. واش معناتها سيلول ديبلويد؟ معناتها الكروموزوم تاعها يكون هومولوغ. فهاد لو كا فوالا كيفاش راح تكون، كيفاش رايحين يكونوا لي دو كوبل دالال يكونوا في زوج فوق لو ميم كروموزوم. بي ار بلس، بي ار، او بي بلس، او بي. فوالا جان لي. في هاد لو كا تاعنا في ليكزارسيس واش قالوا لنا؟ قالوا لنا ساشون كو سي دو كوبل دالال سون بورتي بار دو بار دو كروموزوم هومولوغ ديفيرون. دونك حنا وين رانا؟ رانا في هاد لو كا هذا لي جان راهم انديبوندون. لا كيستيون شنو هي؟ Quels seront les phénotypes obtenus à la F2 et dans quelle proportion ? Nous allons l'interprétation. Voilà, interprétation. Le croisement loulani. Croisement numéro 1.
هما قالوا لنا على الـ على الاف دو، معناتها نديرو دو كروازمون ونشوفو الاف دو كيفاش تخرج. الكروازمون الاولاني قلنا كانت عندنا فيمال سوفاج تاع لا كيسيون الاولى فوا ام مال موتي. هاد لي زيتاب في الانتربريتاسيون تبعوهم ايتاب ايتاب، يعني ديروا الفينوتيب والجينوتيب وليغامات وتكتبوا كروازمون 1 ايتترا. فينوتيب، فينوتيب شنو هو؟ هنايا خيرناه بي ار بلس او بي بلس. عندنا دو كاركتر، رانا في لو كا تاع ديبريديزم، يعني عندنا كروازمون بين دو انديفيدو اللي يختلفوا في دو كاركتر، يختلفوا في الـ في لا كولور تاع لي زيو ويختلفوا في لا فورم تاع لو كور، يعني صفتين. لو دوزيام انديفيدو موتي، معناتها الفينوتيب تاعو بي ار او بي. لو كان جينا في لو كا تاع مونو ايبريديزم ما يكونوش عندنا دو كاركتر، يكون عندنا ان سول كاركتر. كي يكون ان سول كاركتر نسميوها مونو ايبريديزم، كي يكونوا زوج دي ايبريديزم. ماتنون جينوتيب، جينوتيب جينوتيب تروحوا تتفكروا وبيان تروحوا تشوفوا الباراغراف الاولاني تاع ليكزيرسيس واش قالوا لنا، اسكو قالوا لنا على هاد لي سوش بور وبيان قالوا لنا ايبريد. قالوا لنا بور، واش معناتها بور؟ معناتها هوموزيغوت. لو كان قالوا لنا ايبريد معناتها هيتيروزيغوت. دونك بور معناتها لا لا اللي كاين من الفوق كاين من التحت. لا ميم شوز بور لو دوزيام كاركتر، هنا كيف كيف بي ار سور بي ار او بي سور او بي. نديرو لي غامات ماتنو، لي غامات تاع الفيمال ولي غامات تاع المال. هنايا دونك لي زال اللي كاين هنا كاين هنا واللي كاين هنا كاين هنا، دونك نديرو ان سول تيب دو غامات بي ار بلس او بي بلس. لا ميم شوز بور المال، نديرو بي ار او بي. لو كان كانوا لي زلال اللي كاينين الفوق ماشي نفسهم اللي كاينين لتحت، يخرجوا لنا بلوزيغ تيب دو غامات. هاد لي غامات واش تصرا بيناتهم؟ تصرا بيناتهم فيكونداسيون. واش يمدوا لنا؟ واش قالوا لنا في ليكزارسيس؟ قالوا لنا بلي الاف ان كامل سوفاج، معناتها كامل 100% بي ار بلس او بي بلس. هذا الفينوتيب، نديرو لا ميم شوز الجينوتيب. ماتنو الجينوتيب اوتوماتيكمون ما رايحش يكون هوموزيغوت. علاش؟ باسكو ما عندناش ان سول كاركتر، باردون، باسكو عندناش البي ار بلس والاو بي بلس برك، راهو كاين لا ميم شوز بي ار او بي. سي بور سا يخرج لنا هيتيروزيغوت، ميم سي كو الفينوتيب تاعو النمط الظاهري يكون يبان لنا غير بي ار بلس او بي بلس، مي في الجينوتيب عندنا بي ار بلس وعندنا البي ار، عندنا الاو بي بلس وعندنا الاو بي. فوالا، دونك عندنا هذا الكاركتر بي ار او بي في الكروازمون تاعنا، معناتها اوتوماتيكمون رايح يكون اكزيستي في الاف ان. يكزيستي يقدر يكون ماسكي ما يبانش، مي يكزيستي الفو يكزيستي هذاك الكاركتر. ماتنو نروحو للدوزيام كروازمون. جيسبر فهمتو هنايا علاش هيتيروزيغوت وماشي هوموزيغوت. لو كان دوك نعطيكم اكزامبل، لو كان عندنا الكروازمون اونتر فيمال سوفاج و مال سوفاج، هنا اوتوماتيكمون راح يخرج سوفاج بيان سور ويخرج هوموزيغوت، معناتها غير سوفاج برك، غير البي ار بلس سور سور او بي بلس. مي كوم عندنا الكاركتر سوفاج وعندنا الموتي، ميم سي في لا جينيراسيون الاولى يبان لنا غير السوفاج، مي يكون كاين لو كاركتر موتي ماسكي مخبي ما يبانش. واش معناتها مخبي؟ معناتها يتحط لتحته. فوالا، نروحو لدوزيام كروازمون. دوزيام كروازمون
رايح تكون بين الاف ان فيما بيناتهم، يعني فمال من الاف ان فوا ام مال من الاف ان. نديرو لي ميم زيتاب، دوزيام كروسمون، نديرو فينوتيب. الفينوتيب قلنا سوفاج بي ار بلس او بي بلس، المال كيف كيف بي ار بلس او بي بلس. نروحو للجينوتيب ماتنو. الجينوتيب قلنا هيتيرو زيغوت، يعني بي ار بلس على بي ار، او بي بلس على او بي، بي ار بلس على بي ار، او بي بلس على او بي. نروحو نشوفو لي غاميت. هنا يخرجو لنا بزاف لي غاميت، يخرجو لنا بلوزيوغ تيب دو غاميت. يخرجو لنا اللولة بي ار بلس او بي بلس، يخرجو لنا بي ار بلس او بي، يخرجو لنا بي ار او بي بلس، ويخرجو لنا بي ار او بي اللي هو الغيسيسيف بي ار او بي. نروحو لي غاميت تاع المال، لا ميم شوز، دونك رانا في لي ميم جينوتيب، دونك لا ميم شوز بي ار بلس او بي بلس، بي ار بلس او بي، بي ار او بي بلس، بي ار او بي. باش نعرفو لا جينيراسيون دوزيام كيفاش رايحة تكون، يعني الريزولتا، رايح نديرو ان طابلو باسكو عندنا بزاف لي غاميت. طابلو هذا كيفاش رايح يكون؟ فوالا، هاوليك الطابلو. نديرو لي غاميت تاع المال من الفوق ولي غاميت تاع الفمال من التحت. واحد، زوج، ثلاثة، أربعة. فوالا، واحد، زوج، ثلاثة، أربعة. نبداو بلي غاميت تاع المال، بي ار بلس او بي بلس، هاي ليك، بي ار بلس او بي، تخوازيام بي ار او بي بلس، بي ار او بي. نروحو للفمال، بي ار بلس او بي بلس، لا ميم شوز، لي ميم غاميت، بي ار بلس او بي، بي ار او بي بلس، بي ار او بي. ونبداو نديرو لا ديسوندونس تاعنا. لا ديسوندونس هما الاطفال، لي زونفون، لا جينيراسيون. عندك بي ار بلس سور بي ار بلس، او بي بلس سور او بي بلس. واش تخرج لنا الفينوتيب؟ هذا الجينوتيب. الفينوتيب كيفاش يخرج؟ بي ار بلس او بي بلس. هذا واش عندنا؟ نروحو هنا بي ار بلس سور بي ار بلس، عندك او بي بلس وعندك او بي. نبداو بالاو بي بلس، توجور دومينون يتحط من الفوق، او بي بلس سور سور او بي، دونك الفينوتيب بي ار بلس. وهنايا نديو او بي بلس هو الدومينون، توجور تديو الدومينون. لا ميم شوز، بي ار بلس سور بي ار، او بي بلس سور E B plus, donc on a P R plus E B plus. تكملوا هاد الطابلو بهاد لا ميثود كومبلي واش يخرج لكم. جيسبر فهمتوا كيفاش نعمروا الطابلو. نشدوا الغامات الاولى مع الغامات هذه، P R plus على P R plus، E B plus على E B plus. وكي يكون عندنا واحد دومينون واحد باغ اكزومبل ريسيسيف، نبداو بالدومينون توجور. هذا مكان الفينوتيب، نسبقو الدومينون، لا ميم شوز. كي نكملو الطابلو يخرج لنا هذا. فوالا، هاوليك، هايليك لا سوليسيون بيان اورغانيزي. واش درت؟ راكم تشوفوا في الطابلو راني دايره كولور فيغ، راني دايره لورونج، وراني دايره الماغون. علاش درتهم هادو؟ الفيغ وين كاين فينوتيب بي ار بلس او بي بلس،
L'orange وين كاين PR plus EB. المارون وين كاين PR EB plus. وهذا بلو راهو منا وين كاين الريسيسيف PR EB. ومن بعد هاتيك نحسبوهم شو يخرجوا لنا. هذا الطابلو كامل فيه 16 كلاس فينوتيبيك. واش نديرو؟ نحسبو PR plus EB plus. عندنا 9 sur 16. نحسبو PR plus EB تخرج لنا 3 sur 16. هاي ليك 1 زوج 3. نروحو PR EB plus اللي راهي باش راهي واش من كولور راهي بالمارون. 1 زوج 3. ال PR EB تخرج وحده برك 1 sur 16. Donc la question واش كانت لا كيسيون واش قالوا فيها قال لك quels seront les phénotypes obtenus à la F2 et dans quelle proportion. Voilà, درنا لهم les phénotypes ou درنا لهم la proportion. Passons maintenant à la troisième question où je trouve on fait un croisement au laboratoire mais l'expérimentateur distrait a uniquement marqué sur le flacon femelle de F1 sans marquer le génotype des mâles. معناتها المجرب هذا اللي دار لنا كروازمون في في اللابوراتوار واش دار بين لنا الفينوتيب والجينوتيب تاع تاع الفيميل. قالنا بلي من الاف 1 وطونك قالنا من الاف 1 حنا على بالنا الاف 1 كيفاش دايرين. قال لك سون ماركي لو جينوتيب دي مال مي المال خلاه انكونو. ما قالنا جينوتيب ما قالنا الفينوتيب. لاناليز دو لا ديسوندونس دون لي ريزولتا سويفونت. مدت لنا 4 كلاس فينوتيبيك. نكتبوا هاد الكلاس اونصومبل. Troisième question. La descendance, où je fais 4 classes phénotypiques. L'oulania. 199. Corps gris, yeux rouges. PR plus EB plus. Le rouge, c'est le dominant. Les yeux. Ou le gris, c'est le dominant. Le corps. Meeting. Corps gris, yeux pourpres, manta PR EB plus. 198. Corps noir, yeux rouges, PR plus EB. 198. Corps noir, yeux pourpres, manta fizouj récessif. Qalik, quel était le génotype des mâles? Le génotype des mâles ou les inconnus. Donc, où je me donne les données, les me donne fait la question. Alors, on a le femelle, mais le F1. On a le F1, le phénotype تاعهم PR plus EB plus. Ou on a le génotype تاعهم hétérozygote. Hadi kent la question deuxième. Sur PR. EB plus sur EB. Donc, هذا جينوتيب تاع الفيمال وهذا الفينوتيب. مي المال ما عرفنالوش الجينوتيب تاعو. دونك واش نديرو؟ في هذا الاكزرسيس عندنا فكرتين. الفكره الاولى اللي هي التست كروس. والفكره الدوزيام واش قال لك في لا سوليوشن؟ قال لك نبداو بالفكره الدوزيام اللي رايحه تحل لنا هذا ليكزيرسيس. واش قال لك؟ قال لك اون رمارك كو لي فريكونس دي كلاس فينوتيبيك. لي فريكونس دونك نحسبوا لي فريكونس كوريسبون او فريكونس دي 4 تيب دو غاميت دوني بار لو بارون هيتيروزيغوت اللي هو الفيميل. نحسبوا لي فريكونس تاعنا. كي نروحو نحسبو لي فريكونس ساهلين نحسبو التوتال قبل تاع تاع لي كاركتير تاعنا. عندك 800 توتال لي فريكونس تاع شاك كلاس فينوتيبيك. كيفاش تتحسب؟ نديرو لا فالور تاع شاك كلاس سور توتال ايتترا. هنا 200 على 800
voilà, etc. Qui nous la calculatrice, il nous 0,25, 0,25. Et nous avons dit que nous avons l'exercice de l'exercice. Nous avons les fréquences de les classes. On remarque que les fréquences des classes phénotypiques correspondent aux fréquences des quatre types de gamètes. Gamètes, mais chez phénotype, donné par le parent hétérozygote. Ou chez Daro, rahou comparaou. Had les fréquences, had les classes, les kharjoulna, fla question 3, comparaou hom, rahou karnou hom, ma la femelle, ma la, ou smo, ma la femelle hadi. Donc, y kandina nefs le femelle, li kand fut deuxième croisement, mil F1, ou li rahi andina f troisième question. من الاف ان كيف كيف واش قال لك قال لك رحنا راحوا كومباراو لي فريكونس تاع هذوك لي كلاس اللي خرجوا لنا هنايا هادو ومع لي كلاس فينوتيبيك بي ار بلس او بي بلس بي ار بلس او بي ايتترا راحوا كومباراوهم مع هادو لقاوهم بلي مام لقاو بلي عندنا لي مام les mêmes PR plus EB plus, les mêmes symboles, on peut les mêmes classes phénotypiques, ou les mêmes, ou sinon, les fréquences. Il y a que chaque gamète, il y a 1, il y a 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Il y a les mêmes classes phénotypiques, mais les gamètes, il y a les mêmes fréquences. دونك واش استنتجو استنتجو بلي طونك هاد الفمال هادي كي دارت ان كروزمون افيك لو مال مدت لنا لي كلاس فينوتيبيك هادو مدتهم لنا مع لي فريكونس تاعهم مدتهم لنا سوا سوا كيما لي غاميت تاعها لي غاميت تاعها هنايا قبل ما دير الكروزمون مدت لنا الكلاس فينوتيبيك سوا سوا كيما لي غاميت تاعهم دونك واش استنتجو استنتجو بلي هاد الفمال دارت ان كروزمون افيك ان مال ريسيسيف سينون لو كان ما جاش ريسيسيف يفرض لي كاركتير تاعو في لي كلاس فينوتيبيك فوالا دونك خرجوا لي ميم كلاس فينوتيبيك معناتها لي غاميت تاع هذيك الفمال هما اللي راهم سائده هما الصفات السائده في لا ديسوندونس في لا جينيراسيون كي خرجت لنا J'espère que vous comprenez. Donc, les gamètes, pardon, les classes phénotypiques, sont les mêmes ou avec les fréquences avec les gamètes de la femelle, maintenant, la femelle est la femelle par rapport au mâle. Donc, c'est le mâle et les récessifs. Donc, لو كان ما جاش متنحي لو كان بانو الصفات تاعو هنايا داكور دونك قال لك بلي لو مال اي لي هوموزيغوت ريسيسيف هوموزيغوت باسكو شاك ريسيسيف اي لي توجور هوموزيغوت ما نقدرش نقولو ريسيسيف هيتيروزيغوت هذه الفكره الاولى الفكره الدوزيام استعملوا لو تيست كروس قلت لكم ديجا وشنو هو ان تيست كروس ان تيست كروس هو نديرو كروازمون بين ان هيتيروزيغوت و ان ريسيسيف داكور في تيست كروس جينيرالمون واش يكون عندنا يعني علاش نديرو ان تيست كروس قلت لكم في الاول بور ديتيرميني لو جينوتيب دان فينوتيب كونو دومينون يعني احنا عندنا نساو هذه نساوها نفكركم في التست كروس كيفاش داير تيست كروس في اون كيستيون يمدوا لنا الفينوتيب كونو يعني نديرو على حساب ليكزيرسيس تاعنا فينوتيب كونو باغ اكزومبل بي ار بلس او بي بلس يكون دومينون لازم ويقولوا لنا لازم نعرفوا اسك هاد الفينوتيب راهو هوموزيغوت ولا هيتيروزيغوت بطريقه اخرى يقولوا لنا رانا حابين نعرفوا الجينوتيب تاع هاد الفينوتيب
واش نديرو حنايا باش نعرفو؟ نديرو لو ان كروازمون افيك ان ريسيسيف، نديرو لو ان كروازمون افيك ريسيسيف ونشوفو فما تبان. هنايا عندنا عندنا لي تيروزيغوت، عندنا الدومينون اللي هو شكون؟ لا فيمال. لا فيمال هاوليك الكاركتير تاعها كيفاش داير. هاي ليك لا فيمال تاعنا كيفاش دايره؟ تسمى هي اللي راهي ايتيروزيغوت، يعني راهي هنايا، راهي هنايا. هي نورمالمون حنايا يمدوا لنا الفينوتيب وحنا نعرفوا اسكو اوموزيغوت ولا ايتيروزيغوت. حنا على بالنا بلي ايتيروزيغوت، حبينا نعرفوا برك لو مال اسك الي ريسيسيف. واش نديرو؟ هذه الفكره الدوزيام تاع ليكزارسيس، نشدو هذيك الفيمال نديرو لها ان كروازمون افيك ان ريسيسيف هكذا بي ار او بي ونشوفو لي ريزولطا. وكم عندنا في ليكزارسيس لي ريزولطا مدوهم لنا وين راهم؟ هاهم لي ريزولطا، مدو لنا لي ريزولطا، معناتها حنا نسييو ونشوفو اذا خرجنا في لي ميم ريزولطا ولا لا. لا اذا خرجنا معناتها هذيك هي لا ميثود جوست نخليوها، اذا ما خرجناش في لي ميم ريزولطا مع ليكزارسيس نحيو هذيك لا ميثود. في ليكزارسيس هذا كي سييناهم في زوج، سيينا هاد لي دي دوزيام اللي فهمتها لكم، خرجت لنا بلي مال اوموزيغوت. الفكره الاولانيه سيينا ان تيست كروس، هاوليك تيست كروس، درنا هذيك الفيمال درناها مع امال امال ريسيسيف. هادو لي غاميت تاع الفيمال هذيك، هادو لي غاميت تاعها حطيناهم هنا. ياك توجور نحطو لي غاميت هنايا في الطابلو هذاك. معناتها دوك نوري لكم كيفاش درنا باش تفهموا الطابلو هذا كيفاش لحقنا له. قلنا هاي ليك الفيمال بي ار بلس او بي بلس، هذه في تيست كروس، تيست كروس درناها، درنا لها ان كروازمون افيك ان ريسيسيف اللي هو كيفاش رايح يكون باينه بي ار او بي. الجينوتيب تاعها بي ار بلس E B plus sur P R. Voilà. Le récessif automatiquement rajoute comme P R sur P R E B sur E B. Les gamètes là aussi, ils sortent là, donc 4. Ils sortent là pour la question deuxième. P R plus E B plus P R plus E B P R E B plus ou P R E B. هنا يخرج لنا غاميت وحده باسك اللي كاينين هنا كاينين هنا، دونك بي ار او بي. برك نديرو الطابلو تاعنا هنا لي غاميت تاع الفيمال بي ار بلس او بي بلس بي ار بلس او بي بي ار او بي بلس بي ار او بي. هنا تاع المال بي ار او بي ونديرو الكروازمون تاعنا. هنا بي ار بلس هو الدومينو يجي من الفوق، EB plus à la EB, PR plus à la PR, EB à la EB, etc. هاوليك الطابلو كيفاش يخرج لنا. شوف 4 تيب فينوتيبيك 0.25 0.25 0.25 0.25. شوفوا شاك كروازمون لي كلاس فينوتيبيك او بيان نقولوا الريزولتا تاع هذاك الكروازمون توجور الفريكونس توتال تكون ايغال ا 1. كي نقسموها عليهم في 4 تولي 0.25 0.25 0.25. على حساب واش؟ على حساب لي كلاس اللي كانوا عندنا في ليكزارسيس. هام ليك ميم لي ميم كلاس فينوتيبيك نفسهم، هادو اللي بالصفر نفسهم راهم هنايا بلي ميم فريكونس. Voilà la question. On trouve les mêmes résultats que l'exercice. Donc le mâle est un homozygote récessif, pardon. Qui trouve le homozygote récessif? La zintikitbo, génotype tao ou le phénotype tao. Voilà la troisième question.
شوية كومبليكي مي هاد لا كيسيون باش تقدروا تحلوها فاسيلمون لازم تكونوا حليتو بزاف لي زيكزارسيس وفتو بزاف افكار في لي زيكزارسيس باش تقدروا تجيكم في بالكم الفكره تاع التيست كروس تجيكم في بالكم تكومباريو هادوك لي ريزولتا مع لي ريزولتا تاع لا كيسيون اللي قبل يعني لازم تكونوا حليتو وشفتو بزاف افكار باش يجيكم هذه الفكرتين في هذا لا كيسيون. نروحو ماتنو لا كيسيون 4. واش تقول كالوريتي لو جينوتيب دي مال سي اون افي اوبتينو هاد لي كلاس فينوتيبيك. شوفوا الحاجه الاولى غير يمدوا لكم كلاس فينوتيبيك ديروا لهم هكذا يعني اكتبوهم بلي سيمبول باسكو نتوما لانتربريتاسيون تاعكم راهي بلي سيمبول. كي تكتبهم بلي سامبول الحاجة الدوزيام والمهمة جدا تحسبوا لا فريكونس تاع شاك كلاس فينوتيبيك باسكو كي تحسبوا لا فريكونس يبانوا لكم دي زيدي كيما في لا كيستيون اللي قبل. هنايا يعني نحسبوا لي فريكونس تاع هاد لا كيستيون هاد لي كلاس فينوتيبيك. عندنا 450 نديرو هكذا 450 كور غري زيو روج معناتها بي ار بلس او بي بلس 148 كور غري بي ار بلس نو بي ار او بي بلس 153 بي ار بلس او بي 49 بي ار او بي. نحسبوا لي فريكونس تاعهم نحسبوا التوتال قبل تاع هاد لي فالور كامل دائما هكذا شحال نلقاو التوتال تاعنا هاي الكالكولاتريس نحسبو التوتال 450 بلس 148 بلس 153 بلس 49 800 توتال ايغال ا 800. نروحو هنا نحسبو لي فريكونس انا حسبتهم ديجا من قبل هم ليك 0,56 هنايا 0,18 هنا 0,18 هنا 0,06. ديجا الحاجة الأولى كي نريماركي وهاد الزوج متشابهين نتفكرو لا تخوازيام لوا دو ماندال اللي كنت درتها لكم في الديبي تاع هاد لا فيديو فهمتها لكم كيفاش دايرة. لا تخوازيام لوا دو ماندال واش تقول؟ تقول باللي لا ديسوندونس يخرجونا بلي بروبورسيون هادو تخرج لنا 9 على 16 3 على 16 3 على 16 1 على 16. هذه لا ثوازيام لوا دو مندل تقولنا هكذا حنا نكومباريو هادو مع هادو نديرو 9 سور 16 0.56 تسمى هذه جوست 3 سور 16 شحال 0.18 هادو جوست 1 سور 16 006. Donc, où sont les colos? Correspond à la troisième loi de Mendel. نفس السؤال وشنو المطلوب منا؟ المطلوب منا نشوفو الجينوتيب تاع المال على بالنا الفمال باللي اف ان دونك نشوفو الجينوتيب تاع المال وحنا ديجا على بالنا في لا ثوازيام لوا دو مندل كيفاش يكونوا لي دو بارون لي دو بارون يكونوا توجور كيف كيف لا ثوازيام لوا دو مندل. اذا كانت الفمال هذه تفكروها في لا ثوازيام لوا دو مندل كي يخرجوا لكم هذا الريزولتا معناتها لي دو بارون هذوك عندهم لو ميم فينوتيب و لو ميم جينوتيب. الفمال تاعنا كيفاش دايره؟ قالوا لنا بلي بي ار بلس او بي بلس والجينوتيب تاعها بي ار بلس على بي ار او بي بلس على او بي. نقولوا دونك لي دو بارون ولا اونتر بارونتيز المال باسكو قالوا لنا حوسوا على المال اي هيتيروزيغوت هيبريد هيترو زيغوت هيبريد. وما تحبسوش هنايا تحطوا هاد الزوج تحطوا الفينوتيب
والجينوتيب. هذا مكان voilà هاد ليكزيرسيس انا كنت ديجا درت له لا سوليوشن تاع اورغانيزي تلقاوها في انستغرام في لاباج انستغرام تاعي راهي في صندوق الوصف ديسكريبشن. ان شاء الله نزيد ندير لكم دي زيكزيرسيس في سورتو في لا جينيتيك دي ديبلويد باسكو هي اللي فيها افكار بزاف ولازم نحلو بزاف دي زيكزيرسيس باش نمتريزيوها. هذا مكان. السلام عليكم.